أسألك يا الله يا الله من خرجت من بيتها وقد تحجبت لك حجابا كاملا. عباءة الكتف للمرأة يجوز إذا كانت العباءة واسعة مثل بشتي، البشت حق الرجل اللي نخطبها الجمعة واسع، فعملت بيديني هكذا بيدي هكذا وفعلا البشت واسع مربع علي طاير. فلو أن المرأة لبست مثله ولبست خمارا طويلا مثل ما تلبس أخواتنا المصريات هنا يكون عباءة واسعة، وأن يكون الخمار طويلا يصل على الأقل إلى الوسط أو إلى ما هو قريب منه. يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار من السداد العفاف بريقها الريح وهدى الكتاب يظلها ظل المحار. أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل السحاب. بعض ما يقع في بعض البلدان لما تلبس الفتاة بنطالا ضيقا جدا وتلبس بلوزة ضيقة جدا وبعدين تضع الحجاب ثم تقول والله أنا محجبة. محجبة من وين يا بنتي؟ إذا كان البنطال ضيقا والبلوزة ضيقة ثم وضعت الحجاب. أختي الفاضلة والله نصيحة من قلب يخاف عليك، قد تكوني ما سمعتيها من أخوك ولا سمعتيها من أبوك ولا سمعتيها من زوجك، لكن كل هؤلاء لن يتحملوا عنك المشوار الست ساعات أو الثلاث ساعات اللي كل من رآك فتن بهذه العبات. والله إذا وضعت تحت الأرض وسالت العيون على الخدود وقطعت دود الأكتاف والأوصال والأشلاء والله لن ينفعك واحد منهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله من خرجت من بيتها وقد تحجبت لك حجابا كاملا تحفظ به نفسها وتصرف به أعين الناس عنها. اللهم اجعل حجابها حجابا لها من النار. اللهم اجعل حجابها حجابا لها من النار حجابا لها من النار. ونسألك اللهم لكل من تسترت وأحسنت سترها اللهم استرها فوق الأرض واسترها تحت الأرض واسترها يوم العرض. اللهم يا حي يا قيوم اجمعهن بزوجات حبيبك الطاهرات أمهات المؤمنين في جناتك جنات النعيم.